منطقتنا العربية في طوالع فلكية سلبية لح تقول إلى عنف وربما حروب. هاي، إن شاء الله تكون السنة أفضل من السنة الماضية، بس هالسنة ما رح تخلق من خضات متنوعة تبروز أكثر شيء بالنص الأول من السنة، وهالشي بيعني أزمة اقتصادية ومواجهات وثورات واحتجاجات بعدد من البلدان، مشاكل كتيرة بالدول العربية بالعراق بإيران وبالسعودية، وتوترات بين دول كبيرة كما بين أمريكا والصين. رح نشوف تغيير كبير بالدول العربية وتدخل بعض القوى العالمية لإيجاد حلول، يعني في قوى بدها تتدخل عند دول كتيرة حتى يغيروا يمكن الأنظمة ويمكن حدود بعض الدول وجغرافيتها. بتصير المربعات كتير دقيقة، بتوحي بكوارث مناخية، بكوارث طبيعية وإنسانية وسياسية واقتصادية. بس بدنا ننظر للأمور من ناحية متفائلة. هالطالع الفلكي كمان بيوحي بإيجاد لقاحات نهائية للأوبئة ويمكن لوباء الكورونا تحديداً. الولايات المتحدة يمكن تشهد أحداث غير مسبوقة، تطورات وتوترات وتظاهرات ونزاعات بين بعض الأطراف الإثنية وغيرها، ويمكن ينقذ العالم من انهيار كبير.